يقول: هل قطرة العين والأذن تفطر الصائم، وهل إبرة السكر تفطر؟ أما القطرة فقد نص كثير من الفقهاء على أنه يتجنبها الصائم، لأنها تتسرب إلى حلقه، فإذا وجد طعمها في حلقه أفطر، ففيها خطر، كونه يتجنبها الصائم إلى الليل هذا أحوط له وأبعد عن الشبهة. وأما إبر السكر فإنها لا تفطر، لأنها تحت الجلد ولا تدخل إلى الجوف، وإنما هي تحت الجلد فقط. نعم.